السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة. السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على مولانا رسول الله وعلى آله وصحبه اجمعين وبعد أيها الأحبة الكرام السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. حديثنا الليلة عن أمنا حواء والمنتظم الدولي يحتفل باليوم العالمي للمرأة في الثامن من مارس حري بنا ان نتعرف عن حقيقه المراه وعن حقيقه الانثى ونبدا بالبدايه مع ام البشريه امنا حواء عليها السلام انها الام الاولى التي جاءت منها الاجيال البشريه قاطبه امنا حواء قصتها مذكوره في جميع الديانات السماويه في القران وفي الانجيل وفي التوراه وفي الزبور ومذكوره ايضا حتى في الثقافات القديمه من البابليه والاشوريه والحضاره المصريه والهنديه واليونانيه وغيرها وقد استفاض كثيرا الامام المفسر ابن كثير في كتابه البدايه والنهايه ذلك الكتاب الضخم الذي يحتوي على اعداد كبيره من المجلدات فيها بدايه البشريه ونهايتها يتحدث عن هذه المراه العظيمه امنا حواء. تعالوا بنا ايها الاحباب الكرام لنفهم حقيقه المراه ودورها في المجتمع المعاصر والحديث. نتعرف عن النواه عن الثمره الاولى عن امنا حواء التي كثر حولها الجدل والقيل والقال منهم من اتهمها بالسوء ومنهم من براها ومنهم من قال فيها كلام كثير فمن هي حواء حواء هي امنا الاولى هذا الاسم جاء مشتقا من الحياه فحواء هي واهبه الحياه ربنا سبحانه وتعالى شاءت قدرته ان يجعل الحياه فوق الارض تنبع من المراه من حواء هذه المراه قيل انها خلقت من ضلع حي يتحرك وهو ضلع ادم عليه السلام وهي لم تخلق من التراب البشريه خلقت من التراب لكن الذكور فقط ابونا ادم خلق من التراب وسمي ادم لانه خلق من اديم الارض اي تراب الارض لكن امنا حواء خلقت من الماده الحيه من ضلع حي لابينا ادم وقيل سميت حواء لان هذا الاسم من فعل حوى حوى يعني استوعب فالمراه هي تستوعب كل شيء المراه بالنسبه للرجل هي سكن وغطاء المراه هي قادره لاحتواء الرجل وعلى استيعابه وعلى توجيهه فهي تحوي كل شيء امنا حواء في الحقيقه هي ام لكل شيء على هذه الارض حينما نرجع الى القران العظيم نلاحظ بان كتاب الله عز وجل لم يذكر اسم حواء ولا مره واحده ولكن ذكرها ذكر صفاتها وحياتها وسيرتها كان يسميها بزوجته لم يكن يسميها حواء وانما يسميها الزوجه كما جاء في القران العظيم في عدة لقاءات وفي عدة ايات قال ربنا سبحانه وتعالى وقلنا يا ادم اسكن انت وزوجك الجنه وقلنا يا ادم اسكن انت وزوجك الجنه وكل منها رغدا حيث شئتما فسماها القرآن الكريم الزوجة وهي كانت نعمة الزوجة لأبينا آدم كانت علاقتها مع أبينا آدم مربوطة على المحبة وعلى المودة كانت أمنا حواء نعم الأم لأولادها رعاية وحنانا وكانت نعم الجدة لأحفادها فإن أحفادها يعدون بالمئات عاشوا في كنفها وتربوا في حجرها إذا أردنا أن نتعرف عن حقيقة هذه المرأة التي هي أم كل نساء العالم الكتب السماوية تقول كلاما رائعا في البدء يعني قبل أن يخلق الله أي شيء كان الله تعالى ولم يكن شيء معه ثم خلق الخلق خلق ربنا عز وجل الكثير من الخلق واخر ما خلق الله تعالى هو ادم وزوجه. في البدء كان كل شيء في جنة عدن حسنا، جميلا، ظليلا، كما تقول الكتب المقدسة في التوراة والانجيل. وكان ابونا ادم يعيش حياة هنيئة. ادم قيل بانه كان يعيش في الجنه يتنعم وياكل من ثمارها ويستظل بظلالها ولكن بعد مرور اكثر من اربعين سنه قيل بان ابان ادم شعر بان قلبه موحش فارغ كان يعيش مع الحيوانات في البريه ومع البهائم التي تاتي اليه وكان ينظر في الطيور في السماء ويرى الحيتان في الانهار والبحار وكان يستمتع بهذا النعيم ولكنه نعيم ناقص لقد استوحش ادم شعر بان قلبه فارغ موحش الله تعالى بجلاله ولطفه بعباده خلق لابين ادم امراه على صورته خلقها وكان في أمس الحاجة إليها خرجت من ضلعه وهو نائم وحينما استيقظ وجد بجانبه امرأة مستوية كاملة الأوصاف وغاية في الجمال لأن يقال بأن أجمل جميلات العالم لا يبلغ ضفر حواء حواء كانت أجمل جميلات العالم ومن أمنا حواء تفرق الجمال في كل نساء العالم حينما رآها أبونا آدم فرحة وسر وسعدة كان يقول من هذا المخلوق الذي يشبهني ليس كالبهائم ولا كالطيور ولا كالحيتان ولا كبقية الحيوانات التي كنت أداعبها في جنات عدن هذا المخلوق غريب وربنا سبحانه وتعالى جعل الفرحه والسرور في قلب ابينا ادم قصه زواجهما طويله وعريضه قد نؤجل الحديث عنها في حلقات مقبله لكن كل همنا في هذه الحلقه ان نتعرف عن شخصيه امنا حواء من خلال هذه الشخصيه ممكن ان نفهم النساء التي حولنا نفهم امهاتنا واخواتنا وزوجاتنا وبناتنا الكتب المقدسة من التوراة والإنجيل والقرآن والزبور كلها تحدثت عن هذه الشخصية أمنا حواء وذكرت خطوطا عامة وملامح لحقيقتها أمنا حواء في المجمل كانت تتمتع بحظوظ ثلاثة كانت تتمتع بالجمال الفائق وتتمتع بالسذاجة الفطريه وتتمتع بقوه العاطفه هذه اهم صفات امنا حواء امنا جميعا كان عندها الجمال الفائق والسذاجه الفطريه والقوه العاطفيه مثلا لما نقرا في التوراه هذا الكتاب الذي انزله الله على سيدنا موسى والذي بعثه لليهود من بني اسرائيل جاء في التوراة أن آدم لما رأى حواء ابهر بجمالها ابهر بجمالها وقال صائحا هذه الآن عظم من عظامي ولحم من لحمي هكذا تقول التوراة لأن لأن المرأة خلقت من زوجها والقرآن العظيم أيضا يؤكد يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. التوراه تقول بان ادم قال هذه العباره الان هذه المراه عظم من عظامي ولحم من لحمي. فامنا حواء لم تكن جميله فحسب كما تقول التوراه بل كانت ايه ونموذجا للجمال الفائق لم تبلغه اي امراه من بناتها من بعدها. هذا الجمال لماذا كان فائقا؟ لأنه خلق قبل أن تعرف البشرية الخطيئة. الخطيئة تفسد الجمال. كلما وقع الإنسان في خطيئة فسد جماله. ونور وقبس من النور يحترق فيه. فأمنا آدم أو أمنا أمنا حواء قبل أن تعرف طريقها إلى الخطيئة وقبل أن يمسخ الشيطان جمالها لأن إبليس يمسخ شيطان البني البشر لما يقعون في الخطايا نحن كلنا جميعا كلما وقعنا في خطية إلا وذهب قبس من نورنا وكلما فرح إبليس وساهم في مسخ جمالنا هذا ما وقع لأمنا حواء في البدء كانت فائقة الجمال من الناحية العقلية كانت تبدو فيها سذاجه فطريه كانت عندها ادراك محدود تعيش حياه الطفوله الطبيعيه الحياه الانسانيه البريئه لان امنا حواء انذاك لم تكن قد اشتبكت بعد في نضال الحياه الحياه نضال الحياه كفاح الحياه عرق جبين وهم وغم وكرب وتحمل للمشاق كل هذا لم تكن تعرف منه شيئا امنا حواء فقد كانت محدوده الادراك تعيش حياه طفوليه طبيعيه ما فاتها من الناحيه العقليه سوف تعوضه في التهاب العاطفه امنا حواء كانت تتمتع بعاطفه جياشه جدا كانت كل حججها وبراهينها ومنطقها ياتي من وراء حواسها أكثر من أي وراء نقاش منطقي عقلي، فربنا أعطاها عاطفة جياشة، بركان من العواطف، هكذا أهم ملامح الشخصية عند أمنا حواء، تعلمون جميعًا ما الذي وقع أن ربنا عز وجل طلب في البدء من أبينا آدم وأمنا حواء أن يسكن في الجنة وأن يتمتع من خيراتها في البدء كان كل شيء مباحا لهما كل شيء مباح ما عدا شجرة واحدة هذه الشجرة قيل هي شجرة الزقوم وقيل عند النصارى شجرة المعرفة وهي حقيقة شجرة الابتلاء بعد أن رصب أبونا آدم وأمنا حواء في الامتحان وأكل من الشجرة وبدت لهما سوءاتهما ربنا سوف يطرد هذين الزوجين المذنبين من الجنه. ما هو العقاب الذي طال ابانا ادم وامنا حواء؟ لانه لم يكن لديهما عزم. الله تعالى اراد ان يثبت الانسان العزم ان يصبر وان يكون له عزم وطيد لكن خاب عزم ابينا ادم وامنا حواء فكان لهما العقاب. ما هو عقابهما؟ ثلاث اصناف من العقاب في الدنيا لحواء. أمنا حواء بسبب ما وقع تلقت ثلاث أصناف من العقوبات أولا العقوبة الأولى التي تلقت حواء ولا تزال كل النساء إلى يومنا إلى هذا إلى, إلى آخر الدنيا غيب قوم الأول وهو الولادة بالوجع الولادة بالوجع لأن أبونا آدم هو الذي ولد حواء ولم يشعر بالوجع أول الأمر أغمض عينيه فخرجت حواء من ضلعه الأيسر دون أن يشعر لا بألم ولا بتعب أول من ولد هو الرجل لكن بعد الخطيئة وبعد المسخ الشيطاني سوف تتلقى المرأة العقاب الأول من العقابات الثلاثة وهو الولادة بالوجع نلاحظ بأن المرأة لما تلد تشعر بالالم وتصيح وتناجي ربها ودائما ينبغي ان يكون حولها اعداد كبيره من العائله والاحباب والاطباء والممرضات وانظروا الى بقيه المخلوقات انظروا الى البهائم الى القطط الى الكلاب اعزكم الله كل المخلوقات الاسماك والطيور تلد بكل راحه الا المراه لابد ان تخضع لفحوصات طبيه ولتحاليل دمويه ونرى صحه المولود ومسيره طويله تعلمونها جميعا الامر التالي من العقوبات التي تلقتها حواء اشتياقها للرجل ربنا ركب في المراه رغبه عظيمه تشتاق من خلالها للرجل حتى ان اشتياق المراه للرجل يفوق اشتياق الرجل لها قيل بمائه مره فالمرأة منذ أن تولد مازال بقى صغيرة عندها سنتين يقام حفل ما يسمى بتقيب الودنين ونقيم لها الـ الـ القرام الطوانك ديالها كنقول بأن البنت إن شاء الله قريبا غتكون عروسة وتذهب عند زوجها ومن ثم دائما الأم والأب أسمى غايتهم في البنية أنها تكبر ويختار لها المولى الرجل المناسب لها ويفرحان بها هذا دائما المراه عند اشتياق للرجل واذا غاب عنها وسافر طويلا دائما تشعر بالاسى وتشعر بالفراغ اذا كان وسيم وبشوش تقول ربما انه مع امراه اخرى اذا كان يعمل عملا شاقا تقول ربما اصابته اصابه مكروه او حادثه دائما تفكر كثير في الرجل اما تفكير الرجل للمراه فهو محدود العقوبه الثالثه وهي سياده الرجل عليها. ربنا عز وجل جعل الرجل سيدا على المراه رغم ان نقول المساواه ولكن الرجل يبقى رجل والمراه تبقى مراه لانها محتاجه اليه الى قوته الى سنده الى الى الى, إلى حتى الى جبروته فهو حمايه للمراه والمراه تسعد بها حتى يقال في المثل الدارجي يعني غير البلغة البلغة على عد الباب كتعطي القيمة القيمة بأن رجل في الدار في نوع من الاعتداد بقيمة الرجل هناك اختلاف بين العلماء في المقدار الزمني الذي بقي فيه آدم وأمنا حواء في الجنة كم بقوا في الجنة لما وقع لهم الابتلاء هناك من يقول بأن المقدار الزمني الذي بقي فيه ابونا ادم وامنا حواء في الجنه فتره قصيره تقدر ما بين وقت العصر الى غروب الشمس. من العصر الى غروب الشمس. وهناك من يقول لا الروايات تقول بان ابانا ادم وامنا حواء مكتا في الجنه ينعمان بنعيمها اكثر من 130 سنه. 130 سنه. كيف نوفق بين هذه الروايات؟ رواية تقول بان الفتره كانت قصيره من وقت العصر الى غروب الشمس مكث في الجنه والاخرون يقولون روايه اخرى اكثر من 130 عام وفي الحقيقه بالقياس للزمن فان الفتره بين العصر والغروب في الجنه تساوي 130 عاما على الارض لان الزمن في الجنه ليس كالزمن على الارض الزمن في الجنه طويل جدا يوما عند ربك كالف سنه مما تعدون والزمن على الارض سريع جدا وهذا يوافق النظريه النسبيه التي قال بها اينشتاين وهو ان الزمن على الكوكب الارضي يختلف على الكوكب القمر على كوكب المريخ على كوكب الزهره كلما ابتعدنا فان الزمن يختلف حتى ما اذا وصلنا الى الجنه سوف نرى هناك اختلافا كبيرا من خلال الكتب السماويه نلاحظ ان هناك اتهام يطال امنا حواء بانها كانت هي السبب في خروجنا من الجنه. كتب سماويه واخبار تاريخيه لما تناقش حقيقه هذا الوجود البشري وكيف نزلنا الى الارض. طبعا الفلسفه الوضعيه لا تدخل في هذا المقام. فلسفه افلاطون و ارسطو وغيرهم ممن جاء بعدهم لا يؤمنون بالاديان، اذا سالته ما الذي وقع؟ يقول من هنا نبدا. القي بادم وحواء الى الارض، هكذا هذه البدايه. الفلسفه اليونانيه والفلسفات القديمه مع ارسطو وافلاطون وغيرهم من كبار الفلاسفه يقال بان ادم وحواء القي بهم فوق الارض من هنا نبدا كيف كان ذلك لا ندري التوراه تقول وقال الرب للمراه تكثيرا اكثر اثعاب حبلك بالوجع تلدين اولادا والى رجلك يكون اشتياقك وهو يسود عليك هذا هو العقاب الذي تذكره الاديان اليهوديه تكثيرا اكثر اتعاب حبالك يعني في الحمل المراه كتعب بالوجع تليدين اولادا وجع والم والى رجلك يكون اشتياقك دائما تشتاق الى زوجها وهو يسود عليك هو الذي يحكم وقال لادم الرب ماذا قال الرب لادم لانك سمعت لقول امراتك واكلت من الشجره التي اوصيتك قائلا لا تاكل منها ملعونه الارض بسببك بالتعب تاكل منها كل ايام حياتك وشوكا وحسكا تنبت لك وتاكل عشب الحقل بعرق وجهك تاكل خبزا حتى تعود الى الارض التي اخذت منها لانك تراب والى تراب تعود. هذا كلام جاء في التوراه. العقاب الذي انزل على ادم هو انه صار يبحث عن لقمه العيش. الرجل من الصباح الى المساء يخرج يبحث عن الطعام. والارض ملعونه بسببه. إذا أراد أن يأكل يتعب ويحصد شوكا وإذا أراد أن يأكل خبزا لابد أنه يتعب كثيرا ثم يموت فيدخل في تراب الأرض هذا كلام جاء في في التوراة ومثله جاء في الإنجيل لكن في القرآن العظيم كلام رب العالمين الذي ليس فيه فيه مثل هذه توجيهات فيها نوع من العنصرية ونوع من التعسف واتهام للمراه بالباطل، القران الكريم الخطاب كله كان موجه اساسا لادم، اما المراه فقد احترمها، القران الكريم احترم امنا حواء لم يذكرها بسوء ولم يجعلها هي السبب فيما وقع وانما قال ربنا عز وجل ولقد عهدنا الى ادم من قبل فنسي ولم نجد له عزما يعني ابونا ادم ربنا أراده أن يكون قويا صاحب عزيمة لكنه لم يكن له عزمة والسبب أنه نسي ليس لأنه خبيث ليس لأنه ضال مضل ولكن نسي نحن جميعا لما نخطئ نحن بنو آدم ليس لأننا فينا السوء ولكن ننسى لما ننسى نشعر بالضعف ونقع في الخطايا وقال ربنا أيضا يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى فربنا دائما يخاطب ادم ولا نجد اي جمله فيها حواء فيها اسلوب شديد رغم ان حواء كانت مشاركه في العمل مع ابينا ادم لكن ربنا اكراما للمراه القران العظيم اكراما للمراه لم يتحدث عن سيدنا حواء بانها السبب في كذا وكذا كل الاتهامات موجهه الى ابينا ادم وعصى ادم ربه فغوى ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى. هذا اول شيء هو ان القران العظيم ينبغي ان تعتز به كل النساء. ليس ولو هناك اشاره خفيه فيها اتهام لامنا حواء ربنا يخاطب الرجل هو المسؤول ولقد عهدنا الى ادم من قبل فنسي يا ادم هل ادلك على الخلد ولكن لا يبلى دائما وعصى ادم ربه فغوى دائما وامنا حواء طبعا ستتحمل مع ابينا نتيجه عصيان امر الله والنتيجه ان الله حكم عليها بالهبوط الى الارض فظلت حواء مع ابينا ادم يدعوان الله ماذا كان يقولان؟ قال ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين هذا هو الدعاء الذي كان يدعي به آدم وحواء قال ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين فربنا تاب عليهما ولكن كعقاب أنزلهما على الأرض ليعيشوا فيها هذه الأرض سوف يواجهون فيها المصاعب والمشقات هكذا قال قال اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الارض مستقر ومتاع الى حين مستقر ومتاع الى حين الحقيقه ان ادم وحواء كلاهما بريء نفهم من القران العظيم اشاره بان القران يبرئ ادم وحواء لان الله تعالى منذ البدء قبل ان يخلق ادم ماذا قال للملائكه؟ قال اني جاعل في الارض خليفه وهنا ملاحظه أن الله تعالى لم يقل إني جعل في الجنة خليفة قال إني جعل في الأرض خليفة فكان مقررا سلفا أن أبونا آدم وأمنا حواء سيهبطان الأرض فلم يكن هبوط آدم إلى الأرض إهانة وإنما كان هبوطهما كرامة هبوط أبينا آدم وحواء إلى الأرض لم يكن إهانة وإنما كان هبوطهما كرامة هكذا يقول العارفون بالله الان وقد وقع الذي وقع. ما هي رسالة حواء في الحياة؟ منذ أن نزلت حواء إلى الأرض مع أبينا آدم وقد وقع الذي وقع. الان ما هي رسالة هذه المرأة في الحياة؟ باختصار شديد المرأة عندها رسائل كثيرة وعندها مسؤوليات جسيمة وهي القادرة على إنجاح الحياة وإسعادها وهي القادرة على إفشالها. أول شيء الرسالة الأولى هي ان المراه مسؤوله على اسعاد الرجل. المراه هي سبب سعاده الرجل. اذا وجدت رجل كئيب اعلم بان خلفه امراه قد تكون امه او اخته او زوجته في الغالب او او ابنته. فايما رجل رايته سعيد اعلم بان خلفه امراه ايضا قد تكون امه او اخته او زوجته في الغالب او ابنته. أو صديقته أو خليلته المهم كل رجل سعيد وراءه امرأة وكل رجل كئيب وراءه امرأة أبونا آدم عليه السلام لما كان واحد في الجنة ولم يكن هناك من يؤنسه ربنا خلق له أمنا حواء ولهذا قال تعالى هو الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها ليسكن إليها ليسكن إليها فالمرأة هي السكن الحقيقي خلقت من ضلع ادم ليحبها من قلبه وليجعلها تحت ابطه يحميها لم يخلقها الله من قدمه حتى لا يدوسها بقدمه ولم يخلقها من راسه لئلا تسيطر عليه وانما خلقها من ضلعه الذي هو بجانب قلبه ليحبها وليغمرها بالعطف ويضعها تحت ابطه ويحميها فاول رساله للمراه هي اسعاد الرجل. الرساله الثانيه للمراه هي الامومه. المراه هي الام. خلقها الله تعالى لتكون اما ولود. يملا الله تعالى بابنائها وبناتها الارض. فبدون المراه سوف تنعدم الحياه فوق الارض وتتوقف. من هنا بدات البشريه بالتكاثر. انجبت امنا حواء من ادم عليه السلام العديد من الابناء. كانت حواء تحمل في كل مرة بتوأم ذكر وأنثى وكان آدم يزوج ذكر الحمل الأول لأنثى الحمل الثاني والعكس وذكر بأن حواء ولدت لآدم عليه السلام عشرين ومائة بطن عشرين ومائة بطن وأبونا آدم عاش مع حواء سنوات طويلة ألف سنة وزيادة ولم يمت أبونا آدم حتى رأى من ذريته من أولاده وأولاد أولاده وأولاد أولاده أربعمائة ألف نسمة أربعمائة ألف نسمة كلهم عايشهم أبونا آدم عليه السلام وظلت أمنا حواء هي العاطفة تجمع الأولاد والبنات والحفدة وأحفاد الحفدة تجمعهم وتوصيهم وتعلمهم وترشدهم حتى لما صارت عجوز وأبونا آدم كان يعمل وكان يوجه وكان يجمع وكان يذكر وكان يحفظ هذا التجمع البشري إلى أن كبر ومرض أبونا آدم وقبل موته سيطلب من ابنه شيت عليه السلام وهو إدريس صار نبي أمره بأن يكتب وصيته قبل أن يموت والوصية أوصى فيها أبنائه بعبادة الله تعالى وأوصاهم بأن يكونوا دوما مجتمعين على الخير ونهاهم أن يختلفوا أو يتعارضوا أو يتقاتلوا أو يسفك الدم الطاهر فوق الأرض وكان ينبههم بعدوهم الخفي إبليس وجنوده هذه وصية آدم عليه السلام لأبنائه قبل أن توفيه المنية وحينما مات حزنت زوجته حواء وحزنت البنات بناته وكن كثر وحزن أولاده وأحفاده وقد مات أبونا آدم يوم الجمعة كما أنه ولد وخلق يوم الجمعة بعد سنة ظلت أمنا حواء حزينة لم تطق بعد آدم الذي عاشت معه أكثر من ألف سنة عاشوا جنبا إلى جنب يدا مع يد اقتسم الحلو والمر اقتسم الخير والشر اقتسم الحياه في الجنه وهبوطهما الى الارض وعاش سلام وعاش حرب وعاش خير وشر ومرض وصحه لكن بعد ان توفي ادم سنه بكاملها وحواء تبكي عليه ومن شده حزنها توفيت توفيت امنا حواء بعد ادم بسنه مجمل هذا الكلام ربنا ذكره في كتابه العزيز وقال كلاما لا يمكن ان يطاله النقد العقلي ولا المنطقي لانه مقبول في الفطره السليمه وايضا في المنطق والعقل ماذا قال القران الكريم المهيمن على كل الكتب السماويه قال الله تعالى ويا ادم اسكن انت وزوجك الجنه فكلا من حيث شئتما ولا تقرب هذه الشجره فتكون من الظالمين فوسوس لهما الشيطان ليبدي لهما ما وري عنهما من سوآتهما وقال ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين فدلاهما بغرور فلما ذاق الشجرة بدت لهما سوآتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة وناداهما ربهما ألم أنهكما عن تلكما الشجرة وأقل لكما إن الشيطان لكما عدو مبين قال ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين صدق الله العظيم هكذا باختصار شديد هي حقيقة أمنا حواء وحقيقة براءتها بين القرآن العظيم والكتب السماوية السابقة نسأل الله تعالى ان يحفظ جميع نساء العالم وان يبارك لهن هذا اليوم الأممي وان يجعل حياتهن فوق الارض كلها سعاده وبهجه ومع العائله والازواج والاحباب احباب كلها موده ورحمه اللهم امين يا رب يا كريم السلام عليكم لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناه تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله